يلقب بفنان الثورة المجاهد فارس بوختم، صاحب لوحات فنية أشهرها لوحة خاصة بلاجئين في الحدود الجزائرية التونسية ولوحة شهيرة خاصة بخط موريس، استحق اليوم التكريم. كما قال لي جاب قال لي لا ريفوليسيون لي بوبولار، واحد جاب لانفورماسيون، واحد جاب الخبر، واحد امراه كسكست، واحد لا في انطونتو لا ريفوليسيون تاعنا اللي اكزومبلار. المجاهد والسفير الاسبق محمد الهادي حمدادو الذي يعتبر اخر شاهد على عمليه سفينه اطوس التاريخيه التي حملت شحنه من الاسلحه عبر المياه العاليه قادمه من الاسكندريه الى ميناء وهران، كان أيضا من المكرمين من قبل وزير المجاهدين وذوي الحقوق. نحن سعداء جدا 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 اللي قدر الله سبحانه وتعالى نعيش هذه المرحلة الكبرى، نعيش يعني فترة العمل من أجل تحرير البلاد وافتكاكها واسترجاع السيادة، ونعيش كذلك من أجل بناء الدولة، من أجل بناء الدولة الجزائرية. والحمد لله وفقنا. تندرج هذه الخرجات أولا للإطمئنان على صحة مجاهدينا، وأيضا تدخل في إطار العرفان، من باب العرفان لهؤلاء الذين صنعوا لنا هذا التاريخ والذين نفتخر به في كل مكان وفي كل حين. هي وقفة عرفان وتقدير لرجال بذلوا النفس والنفس في سبيل استقلال الجزائر، فحق لهم التكريم اليوم.